السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد الباح، نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، والمكلف بشؤون البيداغوجيا والطلابية، وأستاذ بشعبة الدراسات الألمانية. كما تعرفون، فكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط هي أول مؤسسة جامعية بعد استقلال المغرب. أسسها المرحوم جلالة الملك محمد الخامس سنة 1957، وساهمت كليتنا في تكوين النخبة السياسية والعلمية وعدد كبير من المفكرين المغاربة في مجال العلوم الإنسانية واللغات. وتوجت كليتنا سنة 2020 كأول ناشر ب 25 مؤلف من مختلف تكوينات. وأغتنم هذه الفرصة للترحيب بالوافدين الجدد على كليتنا التي تفتح لهم باب تسجيل في تخصصات متعددة في اللغات والعلوم الإنسانية. فيما يخص اللغات، نذكر شعبة الدراسات العربية، شعبة الدراسات الفرنسية، شعبة الدراسات الإنجليزية، الدراسات الألمانية، الدراسات الإسبانية، الدراسات الإيطالية، الدراسات البرتغالية، وأخيرا الدراسات الصينية. أما فيما يخص العلوم الإنسانية، فتتوفر كليتنا على 6 شعب كالتالي: شعبة الفلسفة، شعبة علم النفس، شعبة علم الاجتماع، شعبة التاريخ والحضارة، شعبة الجغرافيا، شعبة الدراسات الإسلامية، وشعبة علوم وتقنيات التواصل. كما تتوفر كليتنا على إجازات مهنية في علوم التربية تحتضنها شعب مختلفة من الكلية، وهي شعبة اللغة العربية، شعبة الفرنسية، شعبة الإنجليزية، وشعبة الدراسات الإسلامية. تقدم كليتنا أيضا دورات تكوينية في مجموعة من اللغات الأجنبية، نذكر على سبيل المثال اللغة الروسية، اللغة الكورية، اللغة اليابانية، اللغة الرومانية، اللغة البولندية، اللغة الصينية، اللغة التركية، واللغة الهندية. تتوفر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط أيضا على فضاءات لتنشيط الحياة الجامعية من خلال أندية ومنتديات، ثقافية تنشط في عدة ميادين، نذكر على سبيل المثال الرسم، المسرح، الرياضة والفنون. وأخيرا، أتمنى لجميع طلبة كليتنا التوفيق في مسارهم الدراسي، والسلام عليكم. شكرا.